أنطون تشيخوف بكسولوي. وقف ريابوفيتش الذي لم يمارس في حياته أي لعبة سوى الورق بجوار الطاولة، وراح ينظر بلا اكتراث إلى اللاعبين. أما هم فكانوا يدورون بسترات مفكوكة الأزرار وبالعصا في أيديهم، وهم يتبادلون القفشات ويصيحون بكلمات غير مفهومة لم يلحظه أحد من اللاعبين. وأحيانا فقط عندما كان أحدهم يضربه بكوعه أو تشتبك عصاه به عفوا، يستدير ويقول برادون عذرا. وقبل أن ينتهي الدور الأول كان قد أحس بالملل وبدأ يتخيل أنه زائد عن الحاجة ويعيقهم. راودته رغبة في العودة إلى الصالة فخرج، وفي طريق العودة تعرض لمغامرة صغيرة، فقد انتبه في وسط الطريق إلى أنه يسير إلى الجهة غير التي يقصدها. فقد كان يذكر جيدا أنه ينبغي أن يقابل في الطريق 3 من الخدم ناعسين، ولكنه عبر 5 أو 6 غرف ولم يقابل الخدم، وكأنما انشقت الأرض وابتلعتهم. وعندما أدرك خطأه عاد قليلا إلى الوراء وانعطف يمينا، فوجد نفسه في غرفة مكتب شبه مظلمة لم يمر بها في طريقه إلى غرفة البلياردو. وقف هنا حوالي نصف دقيقة، ثم فتح بحزم أول باب وقع عليه بصره، وولج غرفة مظلمة تماما. وفي مواجهته مباشرة ظهر باب كان يتسرب منه ضوء ساطع، ومن خلف الباب تناهت نغمات مكتومة لرقصة مازوركا حزينة. وهنا كما في الصالة كانت جميع النوافذ مفتوحة على مصراعيها، وانتشرت رائحة الحور والبنفسج والورود. توقف ريابوفيتش مترددا، وفي تلك اللحظة فوجئ بخطوات عجلة وحفيف ثوب وهمس صوت نسائي مختنق. وأخيرا وطوقت عنقيه ذراعين ناعمتين عطرتين لا شك أنهما نسائيتان، والتصق خد دافئ بخده. وفي نفس اللحظة تردد صوت قبلة، وعلى الفور ندت عن صاحبة القبلة صرخة ضعيفة وارتدت عنه بتقزز كما خيل لريابوفيتش، وكاد هو أيضا أن يصرخ واندفع نحو فرج الباب المضيء.